أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: لي صديق لا يملك إلا 10,000 ريال ويريد الزواج، وهذا الزواج سيكلفه نحو 14,000 ريال مضافا إليه بناء غرفة في منزله للزواج. السؤال: هل يصح أن أعطيه من الزكاة لمساعدته على الزواج؟ إذا كان أنه محتاج إلى الزواج يخاف على نفسه من العنف لو لم يتزوج وهو لا يقدر على الزواج على تكاليف الزواج، فساعده، لأن هذا من الضروريات، والزكاة تصرف لمثل هذا. أما إذا كان أنه ما هو بحاجة إلى الزواج وإنما هو زيادة تشهي أو زيادة تفقه للزوجات، وعنده زوجة أو ما عليه خطر من ترك الزواج، فلا تحل له الزكاة. الله جل وعلا يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لكن إذا كان ما يقدر على الصبر ويخشى على نفسه ولا عنده مال كافي، هذا يساعد، لأن هذا أصبح من الضروريات. نعم.